طبعا في ناس كتير تابعت الأخبار الخاصة بالعاصفة الشمسية الشديدة اللي ضربت الغلاف الجوي في عدد من دول النصف الشمالي من الأرض. الحدث النادر ده الحقيقة ما حصلش من سنة 2003، وفي ناس كتير جدا خاصة في قارة أوروبا كانوا حريصين على أن هم يلتقطوا صور وفيديوز لتوثيق المشهد النادر في السماء. خلينا نتابع مع حضراتكم هذا التقرير ونرجع على طول. مشهد وصفته المؤسسات العلمية بالنادر كان عنوان لأضواء العاصفة الشمسية الشديدة اللي ضربت الغلاف الجوي في عدد من دول النصف الشمالي من الأرض. فأوروبا حرص عدد من الأشخاص على التقاط صور وفيديوهات لتوثيق المشهد النادر في السماء اللي وصفوه بالحدث اللي ما تسجلش من سنة 2003. الصور والفيديوهات اللي انتشرت ظهرت فيها السماء في عدد من الدول الأوروبية مع وجود ظاهرة الشفق القطبي. الظاهرة دي سببها الرئيسي الانفجارات الشمسية اللي بتتجه ناحية الأرض عن طريق الرياح الشمسية، ولما بتوصل للغلاف الجوي لكوكب الأرض بتلاقي مقاومة قوية جداً، وبيكون من نتائجها إنها تلف في الرياح الشمسية وتبددها. كمان الظاهرة دي بتؤدي لتوهج الجزء الخارجي من الغلاف الجوي فوق مناطق القطبين الشمالي والجنوبي، وبعد التوهج ده بتظهر ألوان زاهية علشان تغطي مساحات كبيرة في السماء. العاصفة الشمسية اتكلمت عنها الوكالة الأمريكية لمراقبة المحيطات والغلاف الجوي ورصدت انفجارات على سطح الشمس، وقالوا إنه متوقع حدوث توهجات وعواصف شمسية تانية خلال الفترة اللي جاية، وأكدوا كمان إن العاصفة دي بتعتبر أكبر من العاصفة اللي سبق وحصلت في شهر أكتوبر 2003، ده غير إن في عاصفة تانية شبهها سبق وحصلت عام 1859 واتعرفت وقتها باسم حدث كارينغتون، واستمرت لمدة أسبوع، وظهورها أدى لشفق امتد لهاواي وأمريكا الوسطى، وبسببها اتعطلت خطوط التلغرافات وقتها.